استاذ مصطفى، انا عايز اقول ان الفيديو بتاع امبارح ده فيديو درس، انه كان عباره عن رسائل قويه ودروس نستفيد منها جميعا. بيطلع المستشار مرتضى منصور ويتكلم ويرد على مروجي الشائعات، وللاسف الشديد منهم بعض الاعلاميين اللي انا مش فاهم يعني هم بيستفيدوا ايه لما ينزل حاجه عن نادي الزمالك وتكون حاجه خطا. اولا يمكن انا عايز احكي موقف، يعني انا يمكن ما كنتش فيه صحفي، كنت فيه مشجع، فانا كنت قاعد مع المستشار مرتضى منصور قبل ما يعمل الفيديو ده، وبساله يعني بقول له يعني هو اسامه ما كلمش حضرتك يعني انه ماشي وبتاع وكده يعني، وانا زعلان يعني وبتاع، ما ردش عليا. فروحت قايل له تاني يعني يا سياده المستشار مفيش موضوع اسامه نبيده يعني القصه بتاعته ايه، ما ردش عليا برضه. وبعدين رحنا عملنا الفيديو، فعمل الفيديو كان مفاجاه بالنسبه لي طبعا، ان انا اتعاملت لم اتعامل كصحفي وانما اتعاملت كمشجع. والدرس اللي انا استفدته ان احنا ما نمشيش وراء هذه الشائعات. للاسف الشديد بعض من جمهور الزمالك هو اللي بيروج لهذه الشائعات، بمعنى ان لما بينزل تغريده او بينزل اي بوست من البوستات لاحد مروجي هذه الشائعات، جمهور الزمالك بينقلها نقل المسطره تماما. فهو بيزود هذه الشائعه، وده اللي كان يقصده المستشار مرتضى منصور، ان احنا ما نسمعش اي حاجه، ما نسمعش حاجه الا من المتحدث الرسمي. او الرساله امبارح قالها رساله طبعا اسامه نبيه، ان الراجل هيكون موجود في التدريب، وان كان طبعا عنده ازمه صحيه وكان واخد اجازه يومين باذن من الجهاز الفني، وان مش معنى ان هو ما جاش في التدريب ان في مشكله، وان انا اقعد اعمل سيناريو واقول انه غاب او بتاع. فشكلهم ايه؟ يعني شكل الاخ او الاخوه اللي هم طلعوا هذه الشائعه دي شكلهم ايه؟ سؤالي يعني سؤالي هو ما فيش حد ممكن يختلف؟ ما احنا ممكن نختلف، بس مش لدرجه ان انا اقعد في البيت ما اجيش. انت زي ما انت قلت وسالت المستشار مرتضى ما ردش عليك في قصه ايه؟ هو اسامه كلم حضرتك؟ ما هو المفروض لو في حاجه اسامه يرفع سماعه التليفون يكلم المستشار مرتضى او امير مرتضى او فيريرا. فهو ده 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 الطبيعي يعني. فهو الرد امبارح الراجل يعني رد على مجموعه من الشائعات اضحتها، لان بيحط الامر قدام جمهور الزمالك، وفي نفس الوقت بيوعيهم يا جماعه ما تسمعوش كلام اي حد. ما اتكلم على موضوع حسين الشحات، ان لم يحدث ولن يحدث، وهالجمله جميله جدا يعني. قال لك يعني اللعيب اللي هو مثلا اهان شيكابالا وهو قاعد في المدرجات هجيبه نادي الزمالك ازاي؟ انا كنت في الاستاد وشفت الواقع. يعني انا انا هجيبه ازاي؟ راجل بيحافظ على كباتن الفريق ونجوم الفريق، بيعمل لهم خاطر، ومش ممكن ان هو على عشان انا اجيب لعيب ما بينه وما بين او ان هو صدر منه اي فعل ضد نادي الزمالك ان انا ممكن اجيبه. اتكلم على موضوع امام عاشور، كل دي رسائل. صحيح. امام عاشور ولا حد قاعد معاه، ولا حد قال له هنقعد معاك، ولا توقيته دلوقتي. والواد نفسه ودى مثال لما جاب الجون وبس، فلينت الزمالك كان بيرد بيها على هذه الشائعات. فهو الرساله المهمه جدا ان يا جمهور الزمالك لابد ان احنا نقف صف واحد ويد واحده ضد هذه الشائعات. ضدها ازاي؟ نقف ضدها ازاي؟ ان احنا ما نروجش ليها. ان مفيش حد ينزل حاجه واحنا كلنا ننزل نفس الكلام دوت، احنا كده بنساعد على انتشار الشائعه، لان في ناس بتصدق. ففي لكن احنا عندنا متحدث رسمي لمجلس الاداره اللي هو المستشار مرتضى منصور، بيطلع وبيتكلم وبيوضح الحقائق، ودايما حاطط جمهور الزمالك قدامه طبعا اي مشكله بيتكلم عليها. ده هو بيطلع يوضح الحقيقه يا استاذ مصطفى علشان خاطر جماهير الزمالك. بالظبط كده يعني. هو حته بره لما اتكلم على فيريرا، يعني اتكلم على فيريرا وقال يا جماعه انا اتدخل ولا ما اتدخلش. يعني هو لو اتدخل وقال مثلا في كذا وفي كذا او مش عاجبه حاجه معينه، الجمهور يقول لك بيتدخل وبيحاول ان هو يطفش الراجل. طب لو ما اتدخلش يبقى هو ما بيتدخلش ليه؟ فيعني انا مش فاهم يعني، نقفل الباب ولا نفتحه؟ فانا الرسائل المهمه اللي وجهها المستشار مرتضى منصور هي رسائل مهمه جدا، رسائل توضيح الحقائق، وده اللي عهدناه دايما ان هو دايما بيطلع يواجه بنفسه. هناك اخرين يستخدمون اللجان للرد، يستخدمون اللجان الالكترونيه الماجوره للرد على اي شيء. هو الراجل بيطلع يرد. طب ما هو ممكن مثلا في موضوع مثلا زي موضوع ممدوح عباس، لما ممدوح عباس طلع واتكلم وقال لك ان في فلوس في البنوك وفي ملايين وفي كده، عمل ايه المستشار مرتضى منصور؟ ما اتكلمش، ولكن بعت للبنوك
وجاب اوراق وجاب مستندات وتم عرضها في حلقه خاصه للناس كلها. اتفضلوا ادي البنوك ما فيش ولا تعريف. يبقى رد عمل تحدي ورد على هذه الاكاذيب. اخرين يا كابتن مجرد بس ان انت تقول بيم بيروح يا يعمل بيان يا يرفع عليك قضيه ها يروح المحاكم ويروح المحاكم ما بيردش. لكن هو تعود دائما الصراحه ان يكون صريحا مع جمهور الزمالك. واحنا نفتكر موضوع ابو جبل وطارق حامد ما هو وغيره وغيره كان مش هو حد كان يجرؤ في الوقت ده يقول ان طارق حامد مش موجود في الزمالك وجبل مش موجود في الزمالك؟ تخيل يا كابتن يعني انت متخيل ما هو حاجه مثلا دي حاجه جامده جدا بس هو طلع بنفسه وقال ان طارق محمد وابو جبل مش هجدد لهم. بالظبط. تخيل يا كابتن برضك ان هو طبيعي يعني لا يعني هو نفسه قال الكلام ده وفي نفس الوقت ادى فرصه وادى مهله معينه للناس تيجي وعرض بالفيديو قدام الناس كلها. لو نفتكر نرجع ورا في موضوع كارترون لما كارترون هرب او مشي يعني جابه برضه وسجله جابه وقعد وقال له وهنديك اكتر وهنعمل وغير. فهو الراجل بيتعود على الحقائق. مفيش لف ولا في دوران. في شفافيه في التعامل لان هو مفيش حد هيقدر يمسه في حاجه. هو راجل صريح وراجل بيتحدث دايما بالمنطق وبالصراحه مع جمهور الزمالك وده شيء نقدره ونحترمه.